في الوقت الذي لا تزال فيه خروقات الهدنة من قبل ميليشيا الحوثي تتوالى في كل الجبهات. يطل المتحدث باسم الميليشيا مؤكدا رغبة جماعته بأن تكون هذه الهدنة مدخلا لإيقاف الحرب. عبد السلام الذي كان يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط بلهجة أقرب ما تكون للهجة وسيط سلام بين الأطراف المتحاربة، تحدث عما أسماه تجار الحروب الذين يسعون لإفشال الهدنة وعرقلة المسار السياسي حفاظا على مصالحهم. كما قال: كان عبد السلام يحاول تبرئة جماعته من الخروقات التي لازمت مسار الهدنة منذ الدقائق الأولى لسريانها، وربما كان يحاول تحميل حليفهم في الانقلاب الرئيس المخلوع المسؤولية عن ذلك، وهو ما يؤكد الحديث المتداول عن افتراق الطريق بين الحليفين بعد أن أوشك على خسارة الحرب معا. ميليشيا الحوثي وعلى لسان المتحدث باسمها أعلنت أيضا موافقتها على القرار الأممي 22/16 والذي يتضمن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لكن من غير المؤكد أن ذلك يعني نهاية الحرب أو أن الميليشيا ملتزمة بشيء منه حتى الآن، إذ أنها لا تزال تخوض حربها على معظم الجبهات ولم تتوقف مناوراتها للحصول على مكاسب على الأرض قبل أيام من انطلاق الجولة الثالثة من محادثات السلام في الكويت. إعلان استسلام أم مراوغة لم يتضح بعد أي منهما، لكن المؤكد أن الحرب تتجه الآن في طريق آخر غير واضح المعالم كما بدأت قبل أكثر من عام.